معانا ايفون 6 اس مقفول باسورد وعليه اي كلاود. في فيديو هنشرح ازاي تتخطى الاي كلاود لاي جهاز اي او اس 15 من ايفون 5 اس الى ايفون اكس. تابع معايا التعليمات الموجودة في الفيديو وحاول تركز على كل خطوة انا بعملها. اول حاجة انك لازم تدخل الجهاز في وضع الديفيو مود، بعد كده تبدأ بالخطوات اللي انا بعملها معاك في الفيديو عشان تقدر توصل لنتيجة ممتازة. ولو واجهتك اي مشكلة بخصوص التعريفات او اي مشكلة بخصوص ان في اخطاء حصلت معاك، فتقدر تبعتلي على الفيسبوك بتاع الخاص وانا هرد عليك. هنعمل هنا تاني مرحلة اللي هي بتعمل بوت باسكود. كده خلص عملية التبويت، هكذا نروح نتجه ونختار خانة الباكاب دي الاي او اس 15. ولما يخلص اقول لكم تعملوا ايه بالظبط، لكن اهم حاجة يكون التعريفات عندك تمام ومفيش اي مشكلة عشان الجهاز يعمل خطوات بدون اي مشكلة معاك. كده تم عملية باك اب لملفات الشبكة تمام وموجود على سيرفر الـ AFT. بعد ما سحبنا ملفات الشبكة لازم تعمل ريستور او سوفت وير للايفون ونرجع نعمل عملية من تاني من جديد. هتدخل الجهاز بعد عملية الريستور في وضع الديفيو، بعدين تختار البوت باسكود، بعد كده بنختار ريستور باك اب، مش باك اب باسكود، لا تعمل ريستور باك اب. حاليا بنعمل عملية البوت باسكود وانا مش بقرب الشاشة او مش بعدل في الفيديو في المونتاج، بس علشان انا وضحت لكم في الخطوة الاولى واحنا بنعمل باك اب انا كنت بعمل ايه، فانتوا اكيد فاهمين انا ماشي الخطوات ازاي بالظبط واحدة واحدة معاكم لحد لما يتم عملية استعادة نفاذ الشبكة بشكل صحيح. كده عملية البوت باسكود تمت بنجاح. لازم نعمل عملية ريستور لملفات الشبكة علشان الجهاز يشتغل معانا ويتخطى الاي كلاود ويشغل شبكة
وهبين لكم اخر الفيديو الدليل من الفيديو ان العملية تمت معايا بنجاح وما عنديش اي مشكلة. في حالة ان هي عمل اي خطأ قدامك تعمل عادة محاولة من تاني والمشكلة تتحل معاك عادي جدا. كده العملية تمت بنجاح واخوات الايفون بعد العملية دي بيفتح تلقائي وبيشتغل طبيعي. هنا انا مسرع الفيديو عشان احاول اوضح لكم الخطوات اللي انا ماشي بيها بالضبط واحدة واحدة بحيث هفهمكم. بعد ما اخلص فتح هوريكم ان الشبكة تمام وشغالة معايا. لسه ما جاب شبكة نو سيرفيس، استنى عليه ثواني وتلاقيه جمع معايا الشبكة. كده عملتنا تمت بنجاح 100%. ما تنسوش اللايك والشير الجميل.